موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. الورشة دي موجودة من قبل ديجا، كانت تخدم على تصنع الزي النظامي وتصنع البلوز الخاص بالإطار الطبي والشبه الطبي، تصنع الزي الموحد للمساجين ومساجين مشغلين، الزي الخاص بالمساجين المشغلين. الآن تعرف الوضع العام في البلاد وفي العالم بصفة عامة هو مجابهة الفيروس كورونا، تم تسخير الورشة دي لإنتاج الكمامات. احنا حاليا بالنسبه لسجن المرناقيه ننتج في حوالي 1000 كمامه يوميا. الانتاج نتاعنا معناتها موجه اولا للمساجين، وتم توزيع بالنسبه للمساجين سجن المرناقيه لكل سجين زوز كمامات. كيف يتم توزيع الانتاج الكمامات لورشه سجن المرناقيه لبقيه الوحدات السجنيه لفات المساجين. حاليا وصلنا قرابة 27,000 كمامة تم إنتاجها. بالنسبة للورشة دي تشغل 26 سجين مشغل في الورشة دي، وكلهم منكبين على إن مع إنتاج الكمامات، والحق مع دارينا منهم برشة تجاوب برشة استعداد وبرشة تضحية. وصلنا حتى الحصص الصباحية ومسائية للآخر وقت باش ننجو اكثر ما يمكن من الكمامات اللي فات الوحدات السجنيه. فعندنا ديجا برنامج نتاع انتاج كمامات اللي فات وزاره العدل للساده القضاة لكتبه المحاكم الاطار الاداري لوزاره العدل، كيف للبرسونيل تاعنا معناتها الاطارات واعوان السجون، وكيف ثم برنامج حتى للمواطنين الزوار من عائلات المساجين اللي معناتها يجوا لزياره ذويهم ولكن ما عندوش كمامه. ثم تفكير انه معناتها باش نمكنوهم حتى الكمامات للوقايه من الفيروس هذا.